السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قناتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل اللي متابعينا في كل مكان. الناس اللي عايزة تشوف ولاد كلبش، والناس اللي قالت هم ولاد كلبش في رجلهم أبيض ليه؟ بصوا تعالوا بدل ما نتكلم بره نخش عند الكلاب كده ونشوف الدنيا إيه ونتابع مع بعض، يلا بينا. طبعا يا جماعة إحنا كده في الأوضة أهوت تمام، وهنشوف هنا طبعا إحنا حاطين لازقة على البوكس، الكاميرا الجديدة لازقة كده بحرية. والده متجوزه يوم 28/5، والده يوم 26/7 تمام، لسه كاتبين هنا الجراوي، الملاحظات بتاعت الجراوي يعني هيطعموا يوم كام والحاجات دي كلها تمام. يعني كده الجراوي عندهم 5 ايام، النهارده السادس، يعني النهارده سادس يوم ليه. زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا احنا بدانا معاهم بايه؟ انا شايف خيال كده ورا الشباك. بدانا معاهم بايه؟ بدانا معاهم بالزبادي من اول يوم، من اول يوم واحنا بدانا بالزبادي. ازاي بقى بدانا بالزبادي؟ الفكره دي، الفكره دي جات لي كده يعني، مفيش يمكن مفيش حد جربها قبل كده تمام. بس طبعا انتوا عارفين ان احنا ابو التجارب كله، احنا بنقعد نعمل تجارب والحمد لله بتجيب معانا نتيجه كويسه. زي ما قلت لكم اول يوم ابتديت ان انا يعني دي سرنجه 3 سم اهي تمام، ابتديت ان انا نديهم سنتي اول يوم، اول يوم ولاده، بعد الولاده بساعه، وعملت لكم حلقه بالكلام ده ونزلتها على اليوتيوب عشان الناس تشوفها تمام. كان سنتي واحد اول يوم بس. تاني يوم اديت سنتي الصبح وسنتي بالليل زبادي. تالت يوم اديت 2 سنتي الصبح و2 سنتي بالليل. رابع يوم كذا كذا وهكذا لحد ما وصلنا النهارده سادس يوم. سادس يوم النهارده بقى بصوا يا جماعه، دي سرنجه اهي 3 سنتي نضيفه تمام، بترج الزبادية كويس. دي طبعا زبادي معلبه غير الزبادي البلدي عشان يبقى عندك علم، لان الزبادي البلدي فيها دسم كتير تمام. بترج دي كده اهي وبنفتح كده فتحه بسيطه عشان ما تهدرش الزبداية وتاخد منك عفره تمام، وبنملى السرنجه كده اهي. دي 3 سم، 3 سم دول لجرو واحد بس، والنهارده اليوم السادس تمام. طب دي ما بتاثرش على معدته؟ لا، دي مش حاجه قويه ان هي تاثر على معده الجرو. تعال نشوف الجرو عشان نتكلم كمان على موضوع الابيض والحاجات دي كلها. ادي طبعا هي قاعده على اولادها اهي تمام. الجرو اهي بترضع زي ما احنا شايفين، احنا لسه ما طلعناش الام او ما عايزناش الام بره، بنبدا ندي اهو تمام. بصوا ركزوا مع الجرو، ركزوا مع الجرو بيسحب ازاي اهو، بنسيبه ياخد راحته وندي تاني اهو تمام. مش مشكله لما توزع الزبدايه عليهم يعني السرنج عليهم وتديهم تاني اهو. بصوا 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 ده بيسحب ازاي بسرعه اهو. طيب ما علينا بقى بالكلام ده، تعالوا نشوفوا بقى حجم الجرو ايه في حوار الزبادي ده. يعني حجم جرو عمر 5 ايام او 6 ايام. طبعا بسم الله ما شاء الله اهو تمام. طيب دي حاجه، تعالوا بقى نركز في حاجه تانية في موضوع الابيض الجراوي اللي رجلها بيضه في الولاده. حابب اعرفكم ملحوظه صغيره ما ركزتوش فيها في اول الفيديو، يعني لما اتكلمنا في الفيديو اللي فات هعرفكم ملحوظه صغيره، وهي ايه؟ ان بحريه دي تبقى بنت كلبش. اللي معاه التليفون بعد اذنكم يعني المفروض يركز في حاجه زي كده. البحريه دي بنت كلبش، يعني في قرابه، يعني الاثنين قريبين لبعض. لازم تلاقي علامات في الولاده زي البياض اللي في الرجل، زي الحاجات دي كلها. هل معنى ابيض في الرجل يبقى الكلب بلدي؟ ما احنا ساعات نقول ايه الكلب ده فيه ابيض في رجله وصدره فيه حته بيضه والحوارات دي. لا، ده مش معناه كده، مش معناه ان ده كلب بلدي، لا، معناه ان في حاجه في النسب، في حاجه في السلاله، في مفيش اكتفاء نسب، مفيش حاجه زي كده تمام. طب تعالوا نشوف الكلاب اللي كان فيها ابيض. هم كانوا 3 جراوي، قلنا ولدين وبنت تمام. تعالوا نشوف الكلاب اللي كان في رجلها ابيض. ادي جرو اهو تمام، ركزوا بقى كده، فين الابيض؟ رأى الابيض سبغناه، ادي الابيض اهو، الرجل اهي، الرجل اهي تمام. ادي بقى جرو اهو عشان ما حدش يقول ايه ان احنا بنجيب جرو تاني تمام. ادي الجرو اللي في رجله ابيض اهو تمام، ادي الحته البيضة اللي في الرجل. تعال نشوف التاني ده، حته بيضة ورا اهي، حته بيضة ورا في الرجل دي. ده ولد وده ايه؟ وده ولد. البنت الوحيده اللي ما فيهاش، الولدين فيهم ابيض في رجليهم اهو، شايفين الولدين فيهم ابيض في رجليهم، يعني ده الرجل اللي ورا، رجل واحده ورا. وفي حاجه كمان، ده في الصدر اهي، في حته بيضه في الصدر عند الولد ده، وفي هنا حته بيضه في
في الصدر عند ده وفي الرجل. هنقول لك هنجيبه صبغه ولا هنجيبه البتاع اللي هو البنات بتحطه ده اللي هو انبوبتين ده اسمه ايه؟ اللي هو فيه اكسجين. اللي معاه اكسجين وبودره جومان. جومانه اسمه جومانه. طب هنجيبه صبغه ولا هنجيبه جومانه دي ولا هنعمله ولا نودوهم كوافير ولا نتصلوا لهم بال اسمها ايه؟ اسمها ايه اللي اللي بتلف في البيوت؟ ميك اب ارتست. نتصلوا لهم بميك اب ارتست تضيع لهم الحتت البيضه دي ولا نودوهم كوافير ولا نجيبه صبغه ولا نعمله ايه؟ هنقول لك هتعمل ايه بس ما ينفعش دلوقتي. في بدايه العمر كده في بدايه العمر ما ينفعش. هنقول لك على حاجه بيعملها الغواه لما يكون في عندهم بطع بيضه في الكلاب. من غير صبغه من غير اي حاجه وما تطلعش تاني. ركزوا بقى معايا وكل واحد يشغل دماغه كده ويلفها تمام. ويا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات ايه الحل اللي احنا ممكن نعمله قبل ما ابو نور يعمله. تكتبوا لنا انت في كومنت عشان نشوف هل هيطلع تاني الشعر الابيض ده ولا مش هيطلع. دول ثلاث جراوي ولدين وبنت. البنت ما فيهاش حاجه يعني. انا عايز نطمن على صدر البنت برضو. فين البنت؟ اهي صدرها ما فيهوش حاجه. صدرها اسود غامق خالص. ايدها الاربعه تمام ما فيهاش حاجه تمام. هما الولدين في ولد رجله من قدام ولد رجله من ورا والصدر. طب الولدين الصدر ده فيه بطعه صغيره في الصدر اهي تحت الباط كده تمام. والرجلين اللي قدام الرجلين اللي ورا سلام ما فيهوش حاجه. الولد الثاني الصغير شويه اللي هو القله شويه ده في بطعه بيضه في صدره والرجلين اللي ورا تمام. طبعا ده عباره عن تكيف سلاله يعني الاب اتجوز بنته في نسب. طيب احنا الجراوي دي لما تكبر هتبقى بنفس مستوى كلبش ولا بمستوى بحريه ولا بمستوى مين بالظبط؟ الجراوي اللي فيها ابيض عشان تركزوا في الكلام ده قدام. الجراوي اللي فيها ابيض هتبقى هي هي كلبش. الجرواية اللي ما فيهاش ابيض خالص هتبقى هي هي امها. وصلت؟ ليه؟ يعني ايه يا ابو نور الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني كل ما الجروي يوصل دمه لابوه كل ما يعمل اختلاف نسب ويطلع نقطه بيضاء في جسمه. وصلت؟ محدش فهمني. والله انا حد فهمني صح؟ محدش فهمني. كل ما الجروي يكون في علامه في الكلاب اللي هي نسبها واخد بعضه يعني في قرابه في النسب يعني كلب متجوز بنته، كلب متجوز ذكر متجوز نتايا مثلا بنت اخوه في خلفه ثانيه، بنت اخته في خلفه ثانيه كده، جرو ذكر مثلا متجوز امه تمام؟ لان بيحصل حاجه اسمها اختلاف انساب في الكلاب تمام؟ الجرو اللي طالع في علامه في وسط الخلفه هو ده اللي هيروح نسبه للسلاله الكبيره اللي هي سلاله الاب. احنا السلاله الكبيره بنسميها سلاله الاب تمام. السلاله الكبيره اللي هي ايه؟ العصب. العصب يعني مثلا ابو نور جاب ياسين عنده حته هنا في كتفه زي جده. جده مين؟ جده ابو ابوه. يبقى الواد ده لما يكبر هيوصل للعصب تمام. ده كده دول كده رايحين للعصب لان عصب كلبش في البطعه البيضاء او في النقطه البيضاء برضو زي هامر وزي كلبش وزي الكلاب دي كلها تمام. ف احنا مش هنتكلم كتير علشان ما فيش حد يقول انت ممكن تفتي والكلام ده كله. لا احنا هنسيب الموضوع للايام لان دي سلاله ما ينفعش ان انت تفرط فيها دلوقتي. دول ولدين وبنت تمام. ما ينفعش نفرط فيها زي ما فرطناش في بحريه ودهب اختها اللي هم ولاد كلبش تمسكنا بيهم لما وصل اللون الاحمر. فاكرين الكلاب دي وهي صغيره؟ انا اللي ماسك ديلك ما تخافيش. انا اللي ماسك ديلك ما تبحلقيش كده. ما تبحلقيش كده. انا اللي ماسك ديلك والله. فاكرين اللون الاحمر؟ فاكرين اللون ده كان شكله ايه؟ والكلبه دي صغيره صح؟ فاكراها؟ كان فاتح. كان لونه بيج. انا اللي ماسك ديلك. شفتي اللون ده؟ اللون ده يديكي مين دلوقتي في المزرعه؟ كلبش. كلبش. اللون الاحمر الدم بتاع كلبش. تمام؟ يعني الجراوي دي لو بقت بيج لو بقت بيضة انا راضي بيها لان عارف لما تكبر هيبقى شكلها ايه. ففي ناس بتخاف من الجرو من وهو صغير. ايه ده ده؟ لا ركز في الجرو لما يكبر. وتابعونا وانتظروا الحلقه الجايه. ودي تجربه الزبادي الحمد لله جايبه معايا نتيجه. وعلى فكره ام نور كمان في المزرعه الثانيه شغاله بيها مع الكلاب المارينو وظابطه الدنيا معاها خالص. تحياتي لكم جميعا. مليون مسا عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.